جهود مكافحة الإرهاب وأزمات المنطقة تتصدر مباحثات وزير الخارجية اليوم ونظيره البرتغالي. أوباما يصف حادث أورلاندو الذي أودى بحياة 50 شخصا بأنه عمل إرهاب وكراهية، وترامب يطالبه بالتنحي في محاولة لاستغلال الحادث لتحقيق مكاسب انتخابية. مجلس النواب الليبي يعقد جلسة اليوم لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج. تحية لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في مستهل نشرة منتصف النهار من قناة النيل للأخبار. مرحبا بكم. يستقبل اليوم وزير الخارجية سامح شكري نظيره البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا خلال زيارته التي تستمر يومين. تتناول المحادثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها سبل تحريك عملية السلام والأوضاع في سوريا وليبيا وجهود مكافحة الإرهاب. يستأنف مجلس النواب ظهر اليوم جلساته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال لمناقشة عدة قضايا. كان المجلس قد وافق خلال جلسته العامة أمس على تعيين المستشار هشام عبد السلام حسن بدوي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات بأغلبية 329 عضوا، خلفا للمستشار هشام جنينة الذي تمت إقالته من منصبه. أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عن اعتراض المنظمة على ترشيح إسرائيل لرئاسة اللجنة السادسة ضمن المجموعة الجغرافية لغرب أوروبا ودول أخرى. جاء ذلك خلال اجتماع العربي بالقاهرة مع مجموعة من سفراء ومندوبي السفارات المعنيين بانتخابات رئيس اللجنة السادسة للأمم المتحدة. نما إلى علمنا أن إسرائيل مرشحة نفسها، فطبعا من اهم الدوافع ان انا طلبت دول هذه المجموعه وتحدثت معهم حول هذا الموضوع، ان مش معقول دوله تقوم بكل المخالفات التي معروفه، دوله ترتكب اعمال غير قانونيه بدءا من بناء الجدار العائد الحاجز الى كل يوم في حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، بتعتقل الرجال والنساء واطفال صغار في غير اعتقال القانوني، في حاجه اسمه اعتقال اداري ده مفتوح عندهم، كل انواع المخالفات القانونيه وقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان ترتكبها اسرائيل كل يوم وقرر كل يوم. فمش معقول مثل هذه الدوله يفكروا حتى انها ترأس لجنه قانونيه. أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية وأسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة عشرات آخرين. وأعرب أحمد أبو زيد عن تعازي مصر حكومة وشعبا للحكومة والشعب الأمريكيين، وجدد أبو زيد التأكيد على الموقف المصري الثابت القائم على ضرورة المواجهة الشاملة لظاهرة الإرهاب التي لا تعرف حدودا أو دين وتتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية، وضرورة التكاتف الدولي لوضع حد لهذه الظاهرة والتغلب عليها في كافة ربوع العالم. وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما المجزرة التي وقعت داخل ملهن بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بأنها عمل إرهابي وكراهية، مؤكدا أنه أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ الولايات المتحدة. وأضاف أوباما أن التحقيق ما زال مفتوحا، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى دوافع منفذ الهجوم بشكل قاطع. عمل إرهابي ينم عن كراهية، ذلك هو توصيف الرئيس الأمريكي باراك أوباما للهجوم الذي استهدف ملهى ليلي بمدينة أورلاندو وأسقط العشرات ما بين قتيل وجريح.
المهاجم نفسه لقي حتفه في تبادل لإطلاق النار مع وحدة التدخل السريع، لكن بعد أن أسقط عشرات القتلى والجرحى. أوباما وصف الهجوم بأنه أسوأ واقعة إطلاق نار في تاريخ الولايات المتحدة. اليوم نأسى كأمريكيين على جريمة القتل الوحشية، المذبحة المروعة التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء. ندعو لأسرهم التي تتلمس إجابات بقلوب محطمة. لقد تعرض سكان أورلاندو لهجوم عنيف، وبالرغم من أن الوقت لا يزال مبكرا، فإننا نعرف ما يكفي للقول إنه عمل إرهابي وعمل ينم عن كراهية. كان أوباما أعلن في بيان أن مكتب التحقيقات الفيدرالية يقود التحقيق في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا. كأمريكيين قلوبنا محطمة. أبلغت كل وكالات إنفاذ القانون هنا أن هذا قد يحدث في أي مكان في العالم. للأسف كان الدور اليوم على أورلاندو. حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية ريك سكوت أكد أن الهجوم يشكل عملا إرهابيا دون مواربة، إعلان صدق عليه تنظيم داعش بإعلان مسؤوليته عن الهجوم على الملهى الليلي. الأمر أربك الولايات المتحدة، خاصة بعد أن حددت السلطات هوية المهاجم، والذي قالت إنه يدعى عمر صديق متين، إنه كان قد أجرى اتصالا بالشرطة معلنا ولاءه لداعش. وبطبيعة الحال سارعت السلطات الأمريكية لتشديد إجراءات التأمين خاصة في العاصمة واشنطن، غير أن ما كان كان. مهاجم وحيد وجه ضربة قوية للسلطات الأمنية، ودق ناقوس خطر آخر بوجود ثغرات أمنية لا سبيل إلى سدها، لكن صوت ذلك الناقوس جاء مدويا وبتكلفة باهظة، خاصة أن الضربة هذه المرة نالت العمق الأمريكي. وفي محاولة لتوظيف الحادث لتحقيق مكاسب انتخابية، طلب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب في تغريدة له على تويتر الرئيس باراك أوباما بالتنحي. في الوقت نفسه كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI أن عناصره استجوبوا منفذ الهجوم عمر متين مرتين في السابق بسبب إدلائه بمواقف مؤيدة للإرهابيين. لم يفت المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أن يستغل حدث أورلاندو الإرهابية لتحقيق مكاسب انتخابية، فاستبق استكمال التحقيقات حول دوافع الحادث ليجدد موقفه المتشدد ضد المسلمين، زاعما أنه تلقى تهاني من بعض أنصاره لأنه كان على حق بشأن الإرهاب على حد وصفه. ترامب طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتنحي عن منصبه، وهو الأمر الذي انتقده الكثيرون واعتبروه محاولة غير إنسانية لاستخدام المجزرة لتحقيق مآرب سياسية. من جهته كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI أن عناصره استجوبوا منفذ الاعتداء عمر متين مرتين في السابق، وذلك بسبب إدلائه بمواقف مؤيدة للمتشددين، ولكنهم لم يتمكنوا من العثور على دليل على ارتباطه بجماعة إرهابية. أما زوجته السابقة سيتورا يوسفي فقد أكدت أنه مختل عقليا، وأنه كان كثيرا ما يلجأ إلى العنف خلال حياتهما القصيرة معا. كان غير مستقر ومريض عقليا، هذا هو التفسير الوحيد المتاح بالنسبة لي. كان مشوش للغاية ويعاني من مرض عقلي. عندما كان يعاني من نوبات عصبية كان يعبر عن كراهيته تجاه أي شيء، وفي تلك اللحظات يمكنك أن تلحظ عدم استقراره النفسي حيث يتحول إلى شخص مختلف تماما. عمر متين الذي لقي مصرعه خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات التدخل السريع هو أمريكي من أصل أفغاني يحمل ترخيصا للعمل كموظف خاص للأمن، ما يصرح له بحمل سلاح. ولد متين في نيويورك عام 1986، وانتقل مع عائلته لاحقا إلى فلوريدا حيث درس الحقوق بجامعة انديان ريفر، وكان يسعى للعمل كرجل شرطة.
ويلقي هذا الحدث المروع الضوء على انتشار حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية دون ضوابط صارمة، وهو ما تسبب في حوادث إطلاق نار متكررة في أماكن عامة مثل المدارس وقاعات عرض سينمائية ومعارض فنية، بل وفي ملاهي ليلية أخرى. اعتبر رئيس تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري أن التفجير الذي استهدف بنك لبنان والمهجر في بيروت الليلة الماضية عمل مخابراتي يتخذ من تهديد المصارف منصة لتهديد الاستقرار في لبنان. كان تفجير قوي قد استهدف بعبوة ناسفة مصرف لبنان والمهجر الموجود بمنطقة فردان التجارية بالعاصمة بيروت، وهو ما أسفر عن وقوع خسائر مادية. على واقع الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان، هز انفجار قوي ناتج عن عبوة ناسفة وضعت قرب فرع بنك لبنان والمهجر في منطقة فردان بالعاصمة بيروت من دون أن يسفر التفجير عن سقوط ضحايا. وفور وقوع الانفجار الذي تسبب في تدمير الواجهة الزجاجية لمبنى بنك لبنان والمهجر، قامت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش بتطويق المكان لكشف ملابسات الحادث وتمشيط المنطقة للبحث عن أي متفجرات، فيما هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لتقديم الرعاية الطبية للمصابين. وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق قال إن العبوة وضعت قرب الجدار الخلفي للبنك وليس داخل المبنى، مشيرا إلى أن زينتها ما بين 3 أو 4 كيلوغرامات. بيتي هون تاني شارع، يعني بالبنية اللي نازلة، فكنا عم نفطر وفجأة سمعنا صوت كتير قوي، فهيك إنه ضو كتير قوي أصفر، فكرنا شي فرقاعة أو شي. قلت لها ماما لا، مستحيل يكون فرقاعة، أكيد انفجار. وطلعنا على البلكون وشفنا الدخنة والناس كلها بلشت تركض وهيك، يعني رابع على وقت الافطار. الله يحمي لبنان، شو بدنا نقول؟ كنا قاعدين عم نفطر، طلع الانفجار، كدنا نحن عم نركض، طلعوا كل اصحاب الاولاد المنطقه معنا، نزلنا لتحت لقينا الدنيا كلها تقيمه قاعده، لقينا اصابه كانت بالارض، دغري اخذوها الاسعاف، حملوا حالهم وفلوا، وبلشت العالم تجي تتكاثر قد ما بدك يعني. الانفجار كنا عم نفطر على البراندة، نحن حاطين افطار عم نفطر، وطلع الصوت القوي اللي ما معودين عليه، صرنا زمان نحن. دغري نزلنا وركضنا لنشوف اذا في ضحايا جرحى كذا نساعدهم، ما في، الحمد لله طلع ما في حدا، في خير الازاز، الاضرار الماديه بس. وشو بدنا نحكي، شهر رمضان نحن. وفي ظل حاله الاضطراب الامني، يؤكد مسؤولون امنيون ان الجيش وقوى الامن ياخذان اجراءات امنيه مشدده لحمايه كافه الاماكن السياحيه والاقتصاديه على كل المناطق اللبنانيه تحسبا لوقوع تفجيرات اخرى. ويرى محللون أن لبنان دخل في مسلسل تفجيرات باستهداف القطاع المصرفي بهدف ضربه والقضاء عليه، فيما قال آخرون إن الانفجار كان يستهدف بنك بلوم الذي أغلق عددا من الحسابات المصرفية التي تخص أفراد يشتبه في صلتهم بحزب الله التزاما بقانون أمريكي يستهدف تمويل الجماعات المسلحة. وبين الروايتين تبقى الحقيقة معلقة إلى أن تعلن جهة مسؤوليتها عن هذا التفجير. يعقد مجلس النواب الليبي جلستنا اليوم في مدينة طبرق للموافقة على التعديل الدستوري واعتماد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج. كان رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيل صالح قد حمل في وقت سابق المتغيبين عن الجلسة المسؤولية الوطنية والأخلاقية، مطالبا الجميع بوضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور، ما توقعاتك لجلسة مجلس النواب الليبي اليوم؟ يعني أتمنى أن يصوت مجلس النواب الليبي اليوم على حكومة الوفاق، لأن بكده هيبقى وضع المجتمع الدولي ووضع الساحة الداخلية الليبية أمام حكومة واحدة، لانك انت عندك مشكلة الان داخل الساحة الليبية انه بيديرها 3 حكومات ورئيس برلمان، تديرها حكومة الوفاق وفائز السراج، ويديرها عبد الله السني اللي هي الحكومة السابقة، ويديرها الحكومة الموازية، ويديرها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اللي اعطى تعليماته لخليفة حفتر بالعمليات القتالية اللي بتقوم في سيرت ومنطقة الدرنة. طب هو ايه اللي اتغير ما بين الجلسة دي والجلسات السابقة؟ اللي اتغير ان هناك رغبة او هناك ضغط
من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي بضرورة إقرار مجلس النواب الليبي لحكومة الوفاق الوطني. ده الجزء ده المتغير الهام. هل الجلسة اليوم هتجتمع على أساس التصويت لمنح الثقة لحكومة الوفاق؟ لأنه منح الثقة لحكومة الوفاق هينهي جدلية كبيرة جدا موجودة داخل الساحة الليبية أنا أشرت إليها. فهي المسألة مرتبطة بمصلحة ليبيا كدولة.